صبرك يبقى ليك دليل. كل ما في اصرار نكتشف اسرار. الحلم مهما كان مسيره في الامكان بنعمل رحلتنا توصل لبر الامان. يبقى فريق جبار ونكمل المشوار. روح وعزيمه واجتهاد تبقى بلدنا عاليه فوق كل البلاد. والحلم اللي كان علينا يوم بعيد بايدينا هنحققه ونفوز بالسباق. خوفك شيلهم في الدولاب. الصعب نتحداه والفشل ننساه. هنسابق الزمان والنجاح عنوان. اللي يتعب بكره يوصل وتعبه يبان. جديدة من الاختبارات، مرحلة أصعب وأقوى ومحتاجة منكم تركيز أكبر. وإيه العربيات دي يا دكتورة ليلى؟ العربيات دي هتنقلكم لنقطة البداية، اللي عندها هيبدأ نموذج الاختبار. ممكن نعرف إيه هي مهمتنا المرة دي؟ المهمة يا سما هتكون متقسمة لعدد من المراحل، وهتعرفوا كل حاجة عن المهمة في وقتها. انتوا من دلوقتي هتتقسموا مجموعتين، التقسيم والاختيار تم بعد تقييم كل واحد منكم في المراحل السابقة من الاختبارات. كل مجموعة هتكون في عربية، وكل واحد منكم قدامه شنطة فيها كل اللي هيحتاجه خلال الرحلة دي. واضح ان المرحلة دي هتاخد كذا يوم، هنقضيهم في نموذج المحاكاة. بالضبط يا فارس، انتوا هتكونوا في معايشة كاملة مش نموذج محاكاة، وهتقضوا عدد من الايام في تنفيذ مهمة محددة. أنا افتكرت إننا هنكمل نماذج محاكاة المجموعة الشمسية. إحنا ما كملناش المريخ والأرض. المرحلة دي هتكون نموذج لكوكب الأرض بظروفه المناخية والجيولوجية وغيرها. يعني هيحصل معانا زي اللي كان بيحصل في نماذج الكواكب اللي عدت. هيبقى المطلوب إننا نخرج من بوابة نموذج المحاكاة. اعتبر إنكم في اختبار حقيقي مش نموذج محاكاة. اختبار حقيقي؟ إزاي؟ مش كده يبقى خطر علينا؟ وفروا الأسئلة دي لحد ما تبدأ المهمة، وساعتها هتلاقوا كل الإجابات اللي انتوا عايزينها. ودلوقتي تقدروا تتفضل. يا ترى رايحين على فين؟ وإيه هي المهمة اللي هنعملها؟ خايفة ليه؟ هنعرف كل حاجة قريب. مش خايفة بس متلخبطة. أنا مستغرب إزاي في مسابقة زي دي وبتتكلمي بكل القلق ده. المفروض انك عارفه انه مش عيد ميلاد، دي مسابقه فضاء. ايه ده يا فارس، في ايه؟ هي ما قالتش حاجه لكل ده. فارس مش فارق ما عايز على حد او لا، بيقول اللي هو عايزه وخلاص. يا جماعه كفايه، خلينا نركز في الطريق ونعرف رايحين على فين. شكلها بدايه مش مبشره معاكوا كفريق. نايس جروب يا شباب. انا مش متفائل ابدا بعربيات الدفع الرباعي دي، هم هيرمونا في الصحراء ولا ايه المره دي؟ هيفرق معاك؟ هو اللي هيفرق. ايوه لازم يفرق، انت مش معانا ولا ايه؟ صح وراه. جمد قلبك يا بودي، عيب كده. لا، ويسكت ليه ويهدى ليه؟ لازم كل مره يعمل الجنان بتاعه. انا مجنون يا عمر، اخرتها بقت كده. اخرت ايه يا ابني؟ ده انا لسه عارفك من اسبوعين.
يعني كويس اني فاكر اسمك. وبعدين بقى يا اخوانا احنا محتاجين نهدى ونركز، لان المهمة واضح انها هتكون صعبة، مش هينفع البداية تكون كده. ده حقيقي، ولازم نبقى ايد واحدة وما نتخانقش مع بعض علشان نعدي الاختبار باحسن نتائج. انا هسكت خالص لحد ما نوصل وافهم في ايه. برافو، ده احسن اختيار اخترته من ساعة ما اتحركت. ايه المكان ده؟ هما هيسيبونا هنا في وسط الصحراء؟ المكان كله جبال، يا ترى ايه هتكون المهمة في مكان زي ده؟ انا حاسس انها هتبقى مهمة ممتعة. ولا وحالك بكده يا عم الحساس، ده مفيش الا صحراء وجبال. ما هو ده اللي بيخلينا افكر كده، ان المكان مختلف وغريب، واكيد المهمة هتبقى مختلفة برضو. المهم دلوقتي ايه هي المهمة؟ مفيش اي اشارة لاي حاجة. مش يمكن يكون في حاجة في الشنط دي تدلنا على المهمة؟ ممكن جدا، خلينا ندور فيها. استنوا، في صوت غريب. الصوت جاي من هنا. ايوة انا سمعاه، ده صوت اشارة. اكيد هي دي البداية، لازم نوصل لمصدر الصوت. من هنا، تعالوا من هنا. الصوت جاي من الحجر ده. شوفوا جواه ايه. ده جهاز اتصال. طيب نتصل بالوكالة حالا ونفهم ايه هي المهم. مش هينفع نتصل منه، ده جهاز استقبال بس. يبقى ده اكيد صوت رسالة، شوف ازاي تشغلها. اهلا بيكم، بوصولكم للجهاز واستقبالكم للرسالة دي تكون مهمتكم فعلا بدأت. الجهاز ده هيفضل معاكم طول فترة الرحلة اللي هي 6 أيام كاملة. التعليمات هتوصل لكم أول بأول، وحنكون متابعينكم في كل مرحلة هتوصلوا لها. أول حاجة لازم تعملوها حالا هي اختيار قائد لكل مجموعة، وكل يوم بيتم تغيير القائد، وبعدها تبدأوا التحرك لنقطة محددة هيحددها لكم الجهاز عن طريق إحداثيات وخريطة هتظهر لكم بعد دقايق. اشتغلوا مع بعض وتحركوا بسرعة، هيكون قدامكم 60 دقيقة عشان توصلوا للنقطة اللي جاية. اسمعوا كلام القائد اللي هتختاروه، ولما توصلوا المكان المحدد بالخريطة هتاخدوا التعليمات الجديدة. بالتوفيق. الوقت، الخريطة صارت على الجهاز اهوت، خلونا نتحرك يا جماعة بسرعة. مش قبل ما نختار قائد للفريق لليوم الأول. أنا أكون قائد النهاردة. أنت؟ كده هنضيع خالص. طبعاً مش هيعجبك حد، وعايز تكون أنت القائد. أستحقها. كل واحد فينا يستحقها يا فارس. بلاش الكلام ده، إحنا فريق واحد. أنا عندي حل يا جماعة. وليه؟ إحنا نعمل قرعة ونختار بيها القائد في بداية كل يوم، وبكده مش هيبقى فيه أي زعل. موافقين. دي كروت لعب شايلها معايا على طول. كل واحد يختار كارت. غمضي عينيكي واختاري كارت واحد يا ماري، انتي صاحبة الفكرة. سارة هتكون هي القائد. انتي متأكدة اننا ماشيين صح يا سارة، ولا هتتوهينا بين الجبال دي؟ سيبها تركز يا فارس، احنا مش ناقصين، كفاية الشمس اللي على راسنا دي. انا اظن اننا ماشيين زي الخريطة ما بتقول. ده حقيقي يا خالد، الطريق كده مظبوط، ما تقلقوش يا جماعة. أنا بدأت أتعب من المشي. امشي بخطوة منتظمة يا ماري، وحاول تنظمي نفسك. مش وقت رياضة يا أمير أرجوك. بالعكس، ده أهم وقت للرياضة. الظروف اللي احنا فيها دلوقتي هتفرق فيها كتير، لو قدرنا نستغل مجهودنا البدني صح هنحقق نتائج كويسة. خلونا نركز في الطريق يا شباب، المفروض هنمشي شمال من هنا. أخبار التأمين إيه حوالين الفريق؟ كل حاجة متأمنة كويس، في عربيات إنقاذ سريع وإسعاف على مسافة 3 دقايق منهم، والفريق متصور بدرون طول رحلتهم علشان نكون شايفينهم ومراقبين تحركاتهم كويس. ده غير الأساور على معصم كل واحد منهم. دي مهمة جدا طبعا، علشان القياسات البدنية والضغط والحرارة وضربات القلب وكل شيء يخص جسمهم. رغم كده
الرحلة مش هتكون سهلة أبداً ليهم. رغم كل التأمينات دي؟ الرحلة بشكل عام شاقة جداً، وسط الجبال والصحراء لمدة 6 أيام. وده كان المطلوب، إنهم يتحطوا في ظروف قاسية عشان نقدر نحدد كويس من ردود أفعالهم إزاي يقدروا يتصرفوا وقت الأزمات. لكن برضو يا دكتورة ليلى، الموضوع صعب جداً على أي حد حتى لو كان كبير. إحنا بنأهلهم عشان يطلعوا الفضاء، المريخ يا دكتور مصطفى، واللي حيروح في رحلة زي دي لازم يكون قدها ويستحقها. كده المفروض نكون وصلنا هنا، المكان اللي محدد الخريطة. انت متأكدة يا سارة؟ ايوه اكيد، النقطة دي بالظبط. انا مش شايف اي حاجة مختلفة، اشمعنى يعني وصلونا هنا؟ اكيد في حاجة معينة المفروض نعملها، او حاجة المفروض نلاقيها. يمكن، بس يا ترى ايه؟ ايه ده؟ دي يد حديد باين تحتها حاجة، احفروا حواليها بسرعة. ده صندوق، يلا نخرجه. يا ترى في ايه؟ هنعرف حالا. دي علب قتل وأزايز مية، وإيه ده؟ دي معدات تخييم، خيم وحبال. أقصد الأجزاء دي. دي باين عليها أجزاء من قمر صناعي، وإيه اللي يخليهم يدونا أجزاء قمر صناعي؟ برافو، وصلكم لأول نقطة في الرحلة. دلوقتي تبدأوا في وضع الخيام عشان هتقضوا الليلة هنا في المكان ده. اقروا واعرفوا أكتر عن الأجزاء اللي لقيتوها في الصندوق، وانتظروا التعليمات الجديدة. لحد دلوقتي مش فاهم ايه هي مهمتنا، احنا هنا علشان نعمل ايه؟ افتكرت اننا لما نوصل لاول نقطة هيقولولنا ايه هي المهمة، لكن ما حصلش. مش يمكن هو ده المقصود؟ اللي هو ايه يا خالد؟ انهم يخلونا في الحيرة دي، ويبقى الهدف اننا نفكر في المكونات اللي هنلاقيها ونتوقع ايه هي في المهمة الجاية. دي تبقى فزورة. وليه لا؟ ما دمنا نقدر نحلها، خلينا نشوف ايه الاجزاء دي بالظبط، يمكن نفهم. الاقمار الصناعية هي آلات من صنع البشر يتم إرسالها للفضاء لتدور حول الأرض أو حول كوكب آخر، ولها العديد من الاستخدامات، أهمها الاتصالات، التنبؤ بالطقس، التقاط الصور للأرض والكواكب الأخرى والنجوم. ما تقولش إن الأجزاء دي تبقى قمر صناعي. أكيد مش قمر صناعي كامل، لأنها أجزاء قليلة، تقريبا جزء واحد. هي الأقمار الصناعية فيها أكتر من جزء، فيها كذا جزء، وكل جزء له وظيفة، في منظومة لتوليد الطاقة، ومنظومة للاتصالات، ومنظومة تالتة للتحكم والتوجيه في الفضاء، وفي منظومة للتحكم في حرارة القمر. ده غير الحمولة اللي بتكون موجودة في كل قمر على حسب نوعه ووظيفته. انتوا عرفتوا المعلومات دي كلها منين؟ المفروض ان احنا جايين لمسابقة رواد فضاء، ودي معلومات عامة عن الأقمار الصناعية، وأكيد عملنا سيرش وقرينا. طيب وده قمر ايه من كل أنواع الأقمار الصناعية؟ مش مكتوب في المعلومات اللي هنا، لكن اللي أنا متأكد منه إن لسه في أجزاء تانية المفروض نوصل لها، وساعتها يمكن نعرف نحدد نوع القمر. كويس قوي، يبقى لسه قدامنا وقت علشان نعرف. يبقى ننام بقى دلوقتي لأننا تعبنا قوي النهاردة. ماشي، بس محتاجين نقسم نفسنا، مجموعة تنام وحد يحرسهم ونبدل في الحراسة. أرجوك يا أنام أنا الأول، أنا تعبان قوي. أنا هكون في الحراسة، ناموا كلكم دلوقتي وبعد ساعتين ممكن نبدل. أنا كمان هفضل في الحراسة، المكان مش أمان. إيه ده؟ إيه الصوت ده؟ ده صوت ديب. بتقول إيه؟ ديب؟ وهنعمل إيه؟ ده أكيد على مسافة قريبة من هنا وصوته عالي قوي. تعالي نصحيهم بسرعة ونشوف هنتصرف إزاي. ماري، خالد، فارس، قوموا بسرعة، قوموا. قوموا يا جماعة، في مصيبة. إيه اللي بيحصل؟ في ده، سامعين؟ يا دي المصيبة السودة، ده حقيقي اللي أنا سامعه ده؟ اتصلوا على الوكالة بسرعة وقولوا لهم يلحقونا. مفيش وسيلة نتصل بيهم. يعني إيه؟ هنموت هنا؟ بس يا فادي، مفيش حاجة هتحصل. خلينا نفكر بهدوء ونشوف هنعمل إيه، أكيد في طريقة نحمي بيها نفسنا. الذئاب بتخاف من النار، خلينا نولع النار تاني. أظن كمان محتاجين ننقل الخيم لمكان قرب الجبل، ما يكونش مكشوف من 4 جهات كده. تمام،
تبقى دي أول خطوة، وبعدها نولع نار نص دايرة قدام الخيام. يلا نبدأ حالا، وما فيش حد فينا هيتأذي، ما تقلقوش. باقي أقل من ساعة على شروق الشمس، وساعتها الديب هيمشي لأنه ما بيهاجمش غير بالليل. عارف تنام ازاي يا بني آدم انت كل اللي احنا فيه ده؟ التعب بيعمل أكتر من كده. يمكن متطمن علشان في وسطينا؟ يقوم يبوظ لي كتفي كده. هانت النهار قرب. واضح ان الاولاد دول مختلفين فعلا يا دكتورة ليلى. قلتلك يا دكتور نديم، بس بصراحة ما كنتش متخيلة انهم يتعاملوا مع ازمة الديب بالطريقة دي. كلهم هايلين هايلين، وبرافو عليكي. موضوع الديب الالكتروني ده كان فكرة حلوة قوي قوي. ده حقيقي يا دكتورة ليلى، كان تأثيره قوي ومهم. كان لازم نعرف هيتعاملوا ازاي كفريق واحد في أزمة زي دي، ونجحوا بامتياز في اختبار صعب، وبكده عدوا أول مهمة بنجاح. اللي جاي لسه أصعب، أتمنى يكملوا بنفس القوة ويعرفوا يعدوا منه.